عسلامتكم، مرحبا بكم على maliceonline.com. معكم محمد علي السويسي. الهيئة الوطنية للمحافظة على المعطيات الشخصية هو اسم الهيئة هذه اللي اكتشفنا وجودها اليوم، رغم اللي هي موجودة من 2004 في تونس. الهيئة هذه تعملت فيترينا، لكن اليوم أكيد أنه باش تكون صفحة جديدة للهيئة هذه اللي زدنا سمعنا عليها أكثر وقت يتعين على رأسها القاضي مختار اليحيوي. اليوم على maliceonline.com سمعوكم الدورة متاع الهيئة هذه، خاصة في المحافظة محافظة على المعطيات الشخصية في على الانترنت. شنو دور الهيئة هذه فيما يخص الاي تي اليوم؟ هذه الفنتر اللي تتحل اليوم على maliceonline.com فيما يخص الهيئة الوطنية للمحافظة على المعطيات الشخصية، في مقتطفات من الحوار مع السيد مختار اليحيوي رئيس الهيئة هذه. مرحبا بكم على maliceonline.com. قوس صغير بالنسبة للمعطيات الخاصة، مثال الحاجات تخص يعني كمعطيات خاصة تعتبر الهيئة هذه، قبل ما نتحاولوا نحكيوا على المعطيات الخاصة الرقمية بين ظفرين. هي كل المعطيات الخاصة الرقمية هذه تخدم السيطرات، يعني لو كنت مثلا تخرج على فيسبوك المضمون بتاعي يقولوا لي أنا متزوج و... مثلا هي يعني... حالتك العائلية، حالتك العائلية ماهيش، إذا أنت تحب تخرج حتى واحد ما يسألك، كما مثلا حتى واحد عنده الحق باش يتصرف في مواضيع خاصة ويمشي غير الموضوع. تو نرجعو نحكيو على اذا كانت نشأت المعطيات الخاصة شنو هو دور الهيئة، لكن بالنسبة للدور نتاعكم كانوا شبه الكنيل نوعا ما، تقريبا نفس الشيء في فرنسا. في الاسم ما هي نفس الهيئة، وحتى معناها على المستوى الدولي في العمل معناها احنا معناها في المنظمة الدولية اللي ضمن هذا الكنيل مختلف الهيئات المشاركة. في تعاملي بالانترنت عندي باز دوني كامله عند لي فورنيسور داكسي انترنت، اليوم عندي ادريس اي بي، اليوم يعرفوني لي سيت اللي دخلتهم، اليوم يعرفوا شنو دخلت على صفحات الانترنت. هل تتعاملوا معاهم الشركات هذوما على الاقل باش يتم اجبارهم انهم المعطيات الخاصه هذه تكون لفتره زمنيه محدده موجوده وبعد تتنحى؟ يعني ما يحدد الشروط بتاع مسك المعطيات الخاصه، القانون يلزم كل طرف يقوم بجمع معطيات خاصة بحكم وظيفته ولا بحكم نشاطه ولا كذا كذا، أنه يتولى إعلام الهيئة. وكل طرف يحب يستغل المعطيات الخاصة اللي يجمع بها لازم يتحصل على ترخيص من استغلال الهيئة، والترخيص لازم يحدد الأشخاص اللي باش يقوموا بمعالجة تلك المعطيات، وهالأشخاص لازم تتوفر فيهم شروط معينة ومعناها مصداقية معينة باش يعالجوا تلك المعطيات الخاصة، لأنهم ملزومين زادة بالسر المهني بتاعهم. الحماية هي أن هالهيئات مثلا لي بنك تعملوا في المعطيات الخاصة، يعني معناها الحسابات نتاع من خارج إيه؟ مش كل بنك، كل فرع ممكن يجي يعمل تصريح ويطلب ترخيص نتاع معالجة الحاجات. لهنا فما سؤال يطرح نفسه، يعني انت حكيت على تبارك الله كما قلت على برشا مجالات سي مختار، لكن هل عندنا ناس مختصين في الميادين هذه، دي تكنيسيان على الاقل، دي سبيسياليست انه يفهموا في الخطر؟ على حسب ما فهمت من كلامك انه نوع جديد من التعامل مع المعطيات هذه، ما عندناش ناس حكيت قبل على المعطيات الخاصه ولا على لا في بريفي، مانيش نحكي قانونيا كهو، يعني عندناش ناس دي جوريست اللي يفهموا في الشيء هذا، مي عندناش حتى دي تكنيسيان اللي يفهموا في الميدان هذا. هو شنو التكنيسيان؟ هو اي شخص يتعامل في باز دوني في النشاط بتاعه في الانترنت، هو شخص يتعامل في معطيات. هالمعطيات إذا كانت تتعلق بأشخاص تولي معطيات خاصة، إذا يلم في عناوين أشخاص، في أسماء، في حالة مدنية، في جزئيات، هذه كل تولي هو عنده شبكة معناها معطيات خاصة، معناها قاعدة بيانات بتاع معطيات خاصة. هالقاعدة بيانات أول شيء باش يصلها لازم أول شيء يصرح بها، الحاجة الثانية لازم زادة يطلب الترخيص في استغلال إذا كان باش يتداول ولا باش يعمل حاجة. نفهم من كلامك انه الشركات مثلا اللي تبيع لي زادريس ميل، يعني فيما يخص لي نيوزليترز، ولا واحد يحل بوات ميل يلقى عنده انا ما نعرفش 100 ميل جاي سبام ولا 100 ميل جاي. ما عندناش
حاجه اسمها شركه العناوين الهديه موجوده حاجه رسمي ما نتصورش تما اما هما انت مثلا تحل موقع تتجمع عندك مجموعه نتاع معطيات خاصه في الشيء هذا تولي تستغلها تتبيعها للشركات الاشهاريه هي ماذا هما اللي يتعاملوا يتصلوا على اساس باش يستغلوها هي من جمله الاختصاصات نتاعها انها تقبل الشكايات اذا راى شخص انه وقع تجاوز عليه في استغلال المعطيات الخاصه يعني الهيئة عندها زادة صلاحية باش تحيل وتطلب التتبع من القانون من يحدد الأفعال اللي تشكل العين واللي تستوجب التتبع باعتبارها تجاوز للمعطيات والحياة الخاصة تاعها. فما معطيات خاصة لكن فما زادة حقوق ولا الملكية الفكرية. في فرنسا فما أدوكي فما قانون خاص بالحكاية هذه. هي هو هذا اول سؤال في 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 مجموعه من الاسئله الصغيره سي مختار اليوم هل نجم نقولوا انه الخطوه هذه ولا اعاده تفعيل الهيئه هذه باش يكون خطوه اولى في تفعيل نوع من هالقوانين هذه لحمايه الملكيه الفكريه اليوم انا اذا كني عملت فيلم وخرج لي على الانترنت نجم نستعين بكم انتم باش تشوفوا الشخص هذا اللي خرج لي الفيلم هذا على الانترنت اي تحكي البيراتري البيراتاج بالضبط مش احنا معنا اهلا نعاونوك اذا انت مثلا خرجوا لك معطيات خاصه في الفيلم مثلا في كتاب استغلوا وحطوا تصويرتك من غير باشا لكن العمل الابداعي ما ينجمش يكون عنده نوع من الخصوصيه قانون خاص لا عنده قوانين وعنده حمايه خاصه وعنده اليات خاصه واعتقد ان كل مجال ومجال مناش احنا مناش خدمتنا الشيء هذا اليوم قانونيا انسان اذا كان خرج تصويره نتاع شخص على فيسبوك يخرج معطيات خاصه بشخص في على فيسبوك خاصه ولا على تويتر هل يعني يكون معرض انه تكون فما تتبعات قانونيه انه باستعانه الهيئه يعني الهيئه تنجم تتدخل في موضوع كما هكا والا ماشي من اختصاصاتها هي راي قضيه المعطيات الخاصة هي معناها لازمك أول شيء القانون اللي ينظم احنا ينظم الأشخاص اللي هم مهنتهم يعالجوا المعطيات الخاصة يجمعوا المعطيات الخاصة هذوما هم المتدخلين الكبار معناها أما التداول ما بين الأفراد معناها يمشي يقطع فيه ويريش في قهوة أنا مانيش مش ماهيش خدمة الهيئة هذه الحالة يمشي يلقى الشرطة يمشي بالضبط يعني ما لازمناش هي راهي مؤسسة وطنية تشتغل على حماية الحياة الخاصة للمواطنين التونسيين معناها ثم ماهيش هيئة للتدخل في الأفراد احنا مثلا عندنا شكايات تقول انا نخدم في شركة معينة عارفي مركب لي كاميرا سيرفيلانس 24 ساعة يسألي يتفرج علي مثلا يعني تدخل في 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 اختصاصات الهيئة ما ينجم التركيب آلات المراقبة البصرية ما تنجم تكون إلا وفق القانون وبترخيص من الهيئة سواء في وين المكان التركيب نتاعها مجال الواحد نتاعها ونوعيتها مثلا ما ينجمش هيئة الكاميرا المراقبة يكون صوت فيها صوت لازم كان صورة الصورة لازمها اشتو الغرض من هذيك المراقبة حتى تكون ثم حماية فعلية للمعطيات الخاصة يجب أن تخضع المؤسسات دولة أيضا بما فيها من نبدأ من المستشفيات للمدارس يا أخي عندك في شيء متاع مكتب وتمشي تهز في شيء متاع البنات ولا متاع الصغار وتوري فيهم ولا معناها ثم حاجات راهي عندها قيمة كبيرة ياسر مثلا أنت عندك صبغة أمنية تستقي في معلومات كذا كذا ومن بعد نبقى تسربت في شكل معين تستغل خصوم ولا تستغل في شكل معين معناها قيمة الهيئة أنها تكون موافقة للمواصفات الدولية للمعاهدات الدولية للمواصفات الأوروبية للمواصفات العالمية نحب نكون في مستوى الحماية اللي توفرها مثل الهيئات بهالمجتمعات الحرة واللي سبقتنا في المجال هذايا واللي بخبرتها معناها ممكن تلقى حلول أحسن
اللي احنا تو ممكن نتابع باش نلقاها.